صفحتان تم إطلاقهما لهذا الغرض. الأولى عربية فلسطينية، أطلقنا عليها اسم لمة فلسطينية، والثانية عبرية إسرائيلية، أطلقنا عليها اسم أرض الأجداد. لا أستطيع مخالفتك فيما تقوله. يدرك مجلس الإدارة أن هناك تطبيقاً مفرطاً لقواعد فيسبوك وإنستغرام بما يخص المحتوى العربي. عندهم جيش كامل. تقصد إسرائيل عندها؟ إسرائيل عندها جيش كامل للتبليغ.